الاتفاقيه مع السيد وزير العدل بخصوص الشراكه التي تقدمها وزاره العدل مع الجمعيات المهنيه القضائيه. وحنا كجمعيه مهنيه كنمثلوا قضاه المغرب وقعنا هذه الاتفاقيه تحت عنوان القوانين الجديده المواكبه لاصلاح العداله، من ضمنها القانون اللي صدر مؤخرا للعنف ضد النساء، وكذلك القوانين يعني كنطرقوا لجميع القوانين اللي التي تواكب هذا الاصلاح، كالقانون اللي صدر ديال القانون 12 متعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنيه وكل ما يتعلق بمكونات العداله. حقيقة هذه اتفاقية شراكة اللي هي مبرمة مع السيد وزير العدل أنها اتفاقية شراكة ليس لأول مرة، دأبت وزارة العدل على إبرام اتفاقية شراكة مع جميع الجمعيات المهنية داخل القطاع سواء خاصة بكتاب الطب أو بالسادة القضاة. وفعلا هذه الجمعيات من خلال الاتفاقيات أعطت أكلها بحيث أن مجموعة من المشاريع التي تقدمت للجمعيات جسدت على أرض الواقع، بما فيها مواضيع التي تهم إصلاح منظومة العدالة، بما فيها كذلك مواضيع التي تهم النهوض بالمجال المعرفي للموظفين، وكذلك في مجال الرقمنة التي نحن مقبلين عليها في وزارة العدل. إذن بالنسبة للاتفاقيات نحن نحبذ هذه الخطوات التي جاء بها التي طبقت على أرض الواقع من خلال ما جاء به الدستور 2011، وأنا جد مسرور ولأول مرة أن يكون هناك من بين الجمعيات جمعية المتقاعدين، لأن في جميع الأحوال نحن اليوم ممارسون وغدا سنصبح متقاعدين. هاد المتقاعدين الذين أفنوا سهرة شبابهم في خدمة العدالة أصبحت لهم جمعية تمثلهم، وهذا كتهيئ نفسي للمتقاعد قبل مغادرة مكان العمل. إذا نحيي دائما عاليا السيد وزير العدل على المجهودات الحثيثة التي يوليها للجمعيات المهنية خاصة منها الجادة. وودادية موظفي قطاع العدل كما تعلمون أنها جمعية مواطنة، الهدف من تأسيسها هو النهوض بأوضاع الاجتماعية والثقافية والمعرفية للموظفين، وكذلك المساهمة في تنزيل منظومة إصلاح العدالة. نلتقي اليوم في واحد الحدث متميز وهو توقيع الشراكة جديدة مع وزارة العدل على وقع أرضية علمية قانونية تهم إصلاح منظومة العدالة، لأن ودادية موظف العدل هي شريك أساسي ديال الوزارة. تنشتغلوا على النجاح القضائية، تنشتغلوا على التخليق من خلال مجموعة من الأدوات، من خلال أيام دراسية، من خلال التكوين، ولعل هذه المبادرة المتجددة تساهم في الرفع من القدرات ديال الودادية كممثلة للمجتمع المدني. وحنا فرحانين بهذه الشراكة دائما، ولأن فيها واحد التطور، لأن بدينا لسنوات توجنا اليوم تطور حتى من حيث المنحة المرصودة لودادية موظف العدل واللي تعكس القيمة ديالها في الميدان، لأن ودادية موظف العدل عندها أكثر من 9000 منخرط، عندها مكاتب جهوية، عندها مجلس إداري، عندها مكاتب محلية، فنحن فخورون بهذه الشراكة. شكرا لك. شكرا لكم. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.